السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كيف العاده كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ورمضان مبارك سعيد. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الجلابه اللي كتجي زويونه ديال البنيتات الصغار. غادي نخدمها ان شاء الله البنت اختي الصغيره في العواشر في رمضان، تلبسها في ليله 26 27. غادي نوجد معكم واحد الجلابه ديال الجين، لا هي ديجا فصلتها ليها، جلابه ديال الجين، وغندير ليها فراشات بالجيلاتين ومنبتين بالعقيق والجوهر. ونبداو على بركه الله. ها الرشيمه اللي غادي ندير لها ديال الفراشه، كتجي زوينه بزاف. غنقبط الجيلاتين ديالي وغادي نرشم عليه هذا الرشيمه ديال الفراشه بحال هذا الشكل. فراشة كتجي زوينة بزاف في الجلابات ديال البنيتات الصغار، هي وهيلو كيتي. ليكم كنرشم الرشيمة ديالي على الجيلاتين، أنا رشمتها. من بعد كنقطع الطريف اللي غنخدم فيه بحال هاد الشكل. كما كتشوفو انا قطعتها. غادي نحل دائما، كنحيد هاد الفوقاني، هاد البلاستيكه الفوقانيه الرطبه كنحيدها، وكنخلي هذه اللي كتلصق فيها الجيلاتين كنحطها هكا. كما كتشوف راه كتلصق في اليدين دغيا. كما كنفيكسيها انا دائما كندير سكوتش هو اللي كنفيكسي به بحال هاد الشكل هذا، باش ملي نبدا نخدم ما تبقاش يتحرك ليا البلاستيكه هكذا. هاي الشكل كتشوفوا، كنفيكسيها مزيان باش كنخدم على خاطري. شوف كي كتلصق الصبعين، كتعذب الا ما درتولاش هكذا. هذه الطريقه انا اللي كتجيني ساهله باش كنخدم في خاطري. كنشدها بالسكوتش كنخدم في خاطري. انتم كما تشوفوا راه الرشمه باينه، ها هي بالستيلو. دابا غنبدا نخدم لاستخاص ديالي. هذا الاستخاص ديالي غندورو على جنب الفراشه بحال هكا. كيلصق بسهولة. والمقص باش كنقطع انا استعملت هاد ليزيستخاس بالذهبي. Thank you.
كما كتشوفوا انا ساليت هاد الجنيب، باقا ندوز ندير الفراشه الاخرى من هنا. كما كتشوفوا انا ساليت الزست خاص الجناب، عندي واحد الزواقات هادو بحال البريضات شريتهم، عندي وحيده هنا وحيده هنا. وعندي هذا دقيق دوغي مهرس مكركب، وعندي هادو عاوتاني مهرس بالغوز، غندير الغوز والدهن. غادي ندير هنا الاول الغوز والدهبي هنا. صافي كتبركو هكا بيديكم باش كيدخل العقيق في الجيلاتين كيلصق. هذا اللي كي يجينا الجناب كنحيدوه، جينا مزال نخدم على الوسط. وعندي هاد لازيست خاص هاد الصغيرين كريستال، عندي وحيدة هنا نجيب الوسط، وعندي وحدة تحتها. وغندير هاد لي زيسطاس ديالي بحال هاد الشكل. شحال عندي هنا؟ جوج
ربعة ستة، نقطع ستة. هاد الجليبه غادي ندير فيها ثلاثه ديال الفراشات، جوج مقادين وحده صغيره. وهالفراشه ديالتنا وجدات، بقى لي غنقطعها ندوز نصلحها بالمصلوح باش يتفيكس ليا العقيق ديالي. انا غادي نوريكم الفيكسيه حداكم بالعقيق بالحديده كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز عليها هكذا بالمقص ونقطعها بالمقص الرقيق. كيف ما كتشوفوا اخوات، ها الفراشات ديالي ساليتهم، كنحطهم هكا البلاصه اللي بغيت كيفاش نركبهم بحال هذا الشكل. صافي، كندير واحد الزويف. اول حاجه كنحددهم على الوجه باش يتفيكسا هاد العقيق اللي درنا وهاد الزيست خاص. هانتوما بحال هاد الشكل، نحدد وحده بوحده. نحدد دابا من الوجه د الفراشه بحال هاد الشكل مزيان. هاد الشكل هذا كنفيكسي الحجر باش يلصق مع الجيلاتين مزيان. هاهي السخونية باش كنحس راه سخن مزيان. ضروري ديرو شي زويف باش ما يتحرقش لكم الثوب. ودابا كنقلب، كنحدد دابا منظر دابا باش غادي يلصق لينا الجيلاتين في الثوب من تحت. تحددو مزيان. تقربو كتشوف لصق مزيان. هانتوما اخوات، هادي كنت لصقتها قبل. هانتوما كيما كتشوف اخوات، ها لاصق كيطير ما والو. ها تشوف تبركو ما كثرت. هاد شوف شتو
لاصق مزيان. كيف ما كتشوفوا الاخوات، ها الجلابه ديالي وجدات، ها هي الجلابه ديال البنوته، ها هي وجدات. كما شفتوا حددتها، كما شفتوا الطريقه ديال الفيكساسيون ديال لا جيلاتين، كنحددو من الفوق في الاول باش كيتفيكسي لينا العقيق والحجيرات ولا زيستخاس على لا جيلاتين. ومن بعد كنقلبوا الثوب وكنحددوا على الظهر باش ديك الساعه كتفيكسي لينا ديك الوريضه او الفراشه اللي درنا على الثوب. ديك لا جيلاتين كتذوب وكيلصق في الثوب وراه ما كيتحيدش. كنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم وهاد الطريقه ديال لا جيلاتين تعجبكم وطبقوها، راه ما كطيرش، كتجي زوينه بزاف. اللي عجبو الفيديو ديالي يدير لي لايك، واللي مازال ما اشترك يشارك في القناه ديالي ويضغط على الجرس باش يبقى وصلكم ديما الجديد ديالي. والسلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.